قام الاتحاد العام لأطفال اليمن فعالية إحياء اليوم الوطني للطفولة والشباب تحت عنوان الأطفال والشباب في مواجهة العدوان. لأن الآمال معلقة بهم لبناء الوطن، فهم جيل الغد وشباب المستقبل. أقام اليوم الاتحاد العام لأطفال اليمن فعالية إحياء اليوم الوطني للطفولة والشباب بالعاصمة صنعاء بعنوان الأطفال والشباب في مواجهة العدوان، بحضور عدد من القائمين على الوزارات وحكومة الأطفال وبعض المنظمات المحلية. اليوم الوطني في ظل العدوان هو يعتبر مناسبتين، أولا من أجل الطفولة، وثانيا للتحدي أمام هذا العدوان، بأن الشعب اليمني بأطفاله وقفوا متحدين لهذا العدوان، وأيضا لنصل رسالتنا للعالم بأن هناك طفولة في هذا العالم الذي تدعونه اللي هو في القرن 21 تنتهك، وأنتم تؤيدون مثل هذا. أقمنا هذه الفعالية من أجل أطفال اليمن لكي نوصل صوت اليمن للعالم أجمع، بأن مهما حاصرونا، مهما قتلونا، مهما قتلوا الأطفال، مهما عملوا أي حاجة، إحنا صامدين وسنوصل صوت الأطفال العالم إلى صوت اليمن، أطفال اليمن إلى كل العالم. سنريهم أنهم يعني أن حماس الشعب السعودي كله والأمريكي لا يسوى حماس طفل واحد من الأطفال اليمن. قامت الاتحاد أطفال اليمن بهذه الفعالية ضد العدوان، الذين أكثر الضحايا في اليمن من العدوان الصهيوني البربري على اليمن هم أطفال. إننا الآن نناقش الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان؟ الحقوق أن الآن تم اختطاف التعليم، تم اختطاف الصحة. أننا نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع الحصار على الشعب اليمني وعلى أطفال اليمن. الأطفال القائمين على الفعالية أكدوا أنها تأتي تأكيدا على صمودهم وتحديهم في وجه تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم على بلادنا، مؤكدين بأنه لن ينال من عزيمتهم وسيزيدهم إصرارا وتحد لمواجهته، فهم جيل الغد وأمل المستقبل. أحيينا هذا اليوم الوطني داخل بلادنا، نحمد الله على هذه النعمة أننا نحيي اليوم الوطني للطفولة والشباب في ظل الاستهداف المباشر للأطفال والشباب والشعب اليمني بكل أطيافه وتوجهاته السياسية، ونؤكد بأن العملاء والمرتزقة لا مكان لهم بيننا ولا يحق لهم الاحتفال بأعيادنا الوطنية. نحن من يحق لنا الاحتفال بهذه الأعياد الوطنية، ونحن من نرسم مستقبل اليمن. حقوق الأطفال في اليمن منتهكة، ما عندناش الآن أي حقوق، ما عندناش مدارس، ما عندناش كتب، ما عندناش أي حاجة. فطبعا عملنا هذه الندوة على أساس نوعي الأطفال أولا بأن احنا ما زلنا ثابتين، ونشتيهم كمان هم كمان يثبتوا معانا، ان احنا نوجه رسالة لآل سعود ان احنا ما زلنا موجودين. هذا اليوم يوم عظيم يثبت ولاءنا للوطن، مع رغم هذا العدوان نحن صامدون، لن يهزنا ذاك صواريخهم. نحن صامدون، وأقول لكل معتدي سوف يذوق ما ذقنا، وإن طال الزمن بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. هذا وتخللت فعالية عدد من الكلمات التي أكدت في مجملها على الانتهاكات التي يرتكبها العدوان كل يوم في حق الأطفال الأبرياء، كما تم عرض فلاش قصير عبر عن حجم معاناة الأطفال بسبب العدوان الذي حرمهم من ممارسة أبسط حقوقهم. لقناة اليمن، مروان العصامي، صنعاء.